بمناسبة يوم الشباب العالمي، نظمت مديرية الشباب والرياضة وبالتعاون مع قسم النشاط الرياضي والمدرسي في محافظة كربلاء ماراثون كربلاء الرياضي، وبمشاركة العشرات من مختلف الفئات العمرية تحت شعار معا لمواجهة كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الاحترازية. اليوم هو يوم الشباب العالمي، كل سنة نحتفل بشبابنا وشباب العراق، شباب مدينة كربلاء. الشباب هم اللي راح يغيرون إن شاء الله للمستقبل، هم القيادات اللي راح تقود البلد. في هذا اليوم تحتفل مديرية الشباب ورياضة كربلاء بتوجيهات السيد محافظ كربلاء وأيضا السيد وزير الشباب والرياضة. قررنا أن نجمع عدائين وأبطال مدينة كربلاء للانطلاق في ركضة جماهيرية. كل فريق التربية اللي موجود عندنا شاركت بهذا المهرجان، كان كرنفال لطيف وجميل جدا، وفت مشاركة حلوة، لأنه احنا من بدأ جائحة كورونا لحد الآن يعني ما كان عندنا ذيك المشاركة القوية، وحتى تمرينهم ماكو، تمرين بسيط يتمرنون ببيوتهم، فهذا كان فد شيء لطيف. وانطلق الماراثون من وسط كربلاء في شارع الضريبة إلى مبنى مديرية الشباب والرياضة. كذلك شهد حفل اختتام هذا الماراثون تكريم الفائزين وعدد من الرياضيين الرواد والأبطال. والله الحمد لله أشكر، قمنا هنا كماراثون محافظة كربلاء، وإن شاء الله هنا على محاربة مرض كورونا وفتح الحظر الملاعب وغيرها إن شاء الله كربلاء. بمناسبة يوم الشباب العالمي شاركنا بهالماراثون حصلت مركز الثاني، ونشكر وزارة الشباب على هذا الكرنفال. حاليا الظروف تدري بها كل صعبة، واحنا سوينا تحدي القضاء على كورونا من خلال أنشطة رياضية، لأن هي الرياضة الأساس للقضاء على كورونا، وكان التباعد الاجتماعي الحمد لله زين بالوقاية، جميع وسائل الوقاية موجودة. وردا على خطورة التجمعات في ظل فيروس كورونا، أشارت مديرية الشباب والرياضة في محافظة كربلاء إلى أن المشتركين في الماراثون التزموا بإجراءات التباعد الاجتماعي والمطهرات وارتداء الكمامات. من محافظة كربلاء المقدسة، معتز العبودي، زاكروس تي في.